سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي موسى عليه السلام. الحلقة الرابعة. هاي جماعة يلا يا خالتي صفية احكي لنا. اها تتذكري يا خالتي صفية في المرة الفاتت اها قلت لنا انه الله ورى سيدنا موسى انه فرعون حيطلب منه انه يعمل له معجزة اها وقال له لما فرعون يطلب منك الطلب ده اها انت قول لهارون يشيل عصايته ويرميها قدام فرعون عشان تتقلب تعبان. ده كلام صح. وموسى وهارون أطاعوا الله وقاموا ومشوا لفرعون وهناك تم كل اللي قالوا الله بالخصوص ده. أي صح. وهارون فعلا رمى عصايته قدام فرعون مستشارينه والعصاية فعلا اتقلبت ثعبان. أي يا سلام انتوا حافظين كويس ومركزين كنتوا معي. فرعون عشان يوري سيدنا موسى انه عنده ناس كمان ممكن يعملوا نفس الشيء قام جاب الناس بتاعين الحكمة والناس بتاعين السحر في مصر. والسحر المصريين ديل عملوا زي ما عمل هارون كمان. وكل واحد منهم رمى عصايته وكل عصاية اتقلبت لثعبان. لكن ثعبان عصاية هارون بلع الثعابين بتاعتهم كلها. ومع كده فرعون كان عنيد وما سمع كلام سيدنا موسى وهارون. زي ما الله قال بالضبط. وبرضو بتذكر يا خالتي صفية أها. إني قريت بعد رجوع سيدنا موسى وهارون من فرعون الله قال له يا موسى فرعون ده عنيد وقلبه قاسي وهو ما داير يفك شعبي إنت أمشي ليه والمرة دي في الصباح وانتظره في الشاطئ وفي يدك العصاية اللي انقلبت قبل كده لثعبان. ده كلام صح. ولما تقابله قول له الحي الدايم رب العبرانيين رسلني وبيقول لك أنا قبل كده قلت لك فيك شعبي عشان يمشوا للصحراء ويعبدوني هناك. صح. لكن انت ما سمعت الكلام عشان تعرف اني الجبار أنا حاضرب مويت النيل بقوتي وحتتحول لدم وكل السمك في النيل حيموت والموية حتبقى عفنة والمصريين ما حيقدر يشربوها. يا موسى قول لي هارون شيل عصايتك واضرب موية النيل الموية دي حتتحول لدم. ده كلام صح. كلام صح يا لطيفة. كمان أنا متذكرة الدم ده حيكون في أي مكان فيه الموية العذبة الجاهزة المتجمعة. وموسى وهارون نفذوا الأمر به الله بالضبط لما مشوا لفرعون في الصباح. وهناك هارون شال عصايته وضرب بها مويه النيل قدام فرعون مستشارينه والمويه فعلا اتحولت لدم. صح. والسمك اللي فيها كله مات وبقت عفنه والمصريين ما قدروا يشربوا منها. ده كلام صح. والدم بقى في كل مكان كانت فيه المويه العذبه. وبتاعين السحر المصريين كمان لقوا بعض الموية العذبة وحولوها لدم كمان برضو. ولكن فرعون كان عنيد وما سمع كلام سيدنا موسى وهارون زي ما قال الله بالضبط لهم. وفرعون مشى ودخل غصره وكان على عناده وما اتعص خالص. والمصريين حفروا حول النهر عشان يجوا موية للشراب. ده كلام كله صح. كله ما لقوا لأنه ما قدروا يشربوا من مويته. ده كلام صح يا منى. والله لكن قريتوا حاجات كويسة جدا انتو. طيب أنا أقول لكم الباقي حصل شنو. وبعد 7 يوم من الوقت الضرب فيه الله النهر الله قال لسيدنا موسى أمشي لفرعون تاني وقول له الله قال لك فيك شعبي عشان يمشي ويعبدني وإذا رفضت أنا حملة بلدك كلها بالضفادع النهر حيتملي منها وتدخل لي قصرك حتى في غرفة نومك وسريرك ولديار مستشارينك وشعبك وفي أفرانك محل ما بتخبز الرغيف. ده كله حيحصل لي وكمان حتطلع فوقك وفوق مستشارينك وشعبك. والله قال لي سيدنا موسى
قل لي هارون مد يدك ولوح بعصايتك على النيل والترع والبرك وخلي الضفادع تنتشر في أرض مصر. وهارون نفذ أمر الله والضفادع ظهرت فعلا وغطت أرض مصر. وبتاعين السحر المصريين بسحرهم طلعوا ضفادع من الموية كمان برضو عملوا كده. وفرعون اتضايق من الضفادع دي ونادى سيدنا موسى وهارون وقال لهم: يا موسى. نعم. يا هارون. أيوة. أرجوكم تدعوا إلهكم عشان يبعد الضفادع عني وعن شعبي، وأنا حافيك شعبكم عشان يمشوا ويقدموا ضبايحهم لإلههم. طيب يا جلالة الملك، حدد لنا وقت ندعو لك فيه الله عشان يبعد الضفادع عنك وعن مستشارينك وشعبك وديارك ويحبسوا جوا النيل. بكرة دي. حاضر. كويس، بكرة حتشوف عشان تعرف إنه ما في إله زي إلهنا الحي الحي الدائم، لما يبعد الضفادع عنكم وحيخليها بس في النيل. نشوف. وسيدنا موسى عليه السلام وهارون طلعوا من فرعون. وفي تاني يوم سيدنا موسى دعا الله عشان يبعد الضفادع عن فرعون وقومه، والله استجاب لدعاه. كويس. والضفادع مادت في البيوت والساحات والمزارع، وجمعوها بأكوام كبيرة لغاية ما ريحة العفنة ملت البلد. لكن فرعون لما شاف إن الضفادع هلكت قال دلوقتي حصل الفرج، وقلبه قيسة تاني وما سمح كلام سيدنا موسى وهارون زي الله ما قال بالضبط. بعد ذاك الله قال لسيدنا موسى: قول لي هارون أرفع عصايتك واضرب تراب الأرض، والتراب ده حيبقى باعود وينتشر في كل مصر. وسيدنا موسى وهارون عملوا المطلوب حسب أمر الله، وهارون ضرب التراب بعصايته والبعوض انتشر في أنحاء مصر وهاجم الناس والبهائم. وبتاعين السحر المصريين حاولوا إنهم يحولوا التراب لبعوض لكن ما قدروا، عشان كده قالوا الفرعون: يا جلالة الملك، الحاجة دي جاية من عند الرب ونحن ما حنقدر نعمل فيها أي شيء. إيه الكلام الفارغ ده؟ يلا غور من قدامي يا فاشل. وفرعون طبعا عاند وقلبه برضه فضل قاسي زي ما الله قال بالضبط. وبعد ذاك الله قال لسيدنا موسى: قوم امشي في الصباح بدري جنب النيل، وهناك حتقابل فرعون على الشاطئ. قل له الله قال لك فيك شعبي عشان يمشوا ويعبدوني في الصحراء، واذا ما فكيتم انا حرسل عليكم ضبان البقر باعداد كبيره وحيملى بيوتكم وأرضكم كلها إلا منطقة جاسان، بس هي اللي حخلي الضبان ده بعيد منها في اليوم ذاك، لأنها هي المنطقة الساكن فيها شعبي، عشان تعرف إني أنا الحي الدائم موجود هنا في كل الأرض دي وأميز بين شعبي وشعبك. والأمر ده حيحصل بكرة. وطبعا يا جماعة في تاني يوم إرادة الله حصلت فعلا، والضبان كان بأعداد كبيرة في دار فرعون وفي بيوت مستشارينه وفي بيوت كل الناس، لدرجة إنه البلد كلها بقت موبوءة منه. فرعون نادى سيدنا موسى وهارون وقال لهم: يا موسى. نعم. يا هارون. أيوة. يلا أنا سمحت لكم أنتوا وشعبكم عشان تقدموا الضبايح لإلهكم، ولكن هنا في أرض مدي. لكن يا جلالة الملك، هنا ما بصح، لأن الضبايح اللي حنقدمها لله المصريين حيعتبروها كريهة وحيرجمونا، لأنهم ما حيقبل المسألة دي. نحن لازم نسافر 3 أيام عشان نقدم الضبايح دي للمولى إلهنا في الصحراء زي ما أمرنا. طيب كويس، أنا حفككم عشان تمشوا وتقدموا الضبايح للمولى إلهكم ده في الصحراء، لكن ما تطلعوا من البلد دي كله كله. ودلوقتي أدعو لي. حاضر يا جلالة الملك، بعد ما نطلع من عندك أنا حادعو ليك الله، والله حيبعد عنك وعن قومك الضبان ده بكرة، لكن أرجوك المرة دي ما تغشنا وتحرم الشعب ده، أرجوك تخليهم يمشوا عشان يقدموا ضبايحهم لله ويعبدوه. وسيدنا موسى وهارون بعد ما طلعوا من فرعون، سيدنا موسى دعا الله والله استجاب لدعوته. وفي تاني يوم أبعد الضبان بالكامل عن فرعون وقومه،
لكن فرعون مع كده برضو عاند وقلبه جزع وما سمح للشعب عشان يطلع ويمشي يعبدوا الله. وبعد ذاك الله قال لسيدنا موسى أمشي الفرعون وقل له الله رب العبرانيين قال لك فيك شعبي وخليهم عشان يمشي يعبدوني، وإذا رفضت وأصريت على رأيك أنا حضرب بيد القوية مواشيك في المزارع بما فيها الحصين والجمال والبقر والغنم وبمرض خطير، لكن ححفظ مواشي بني إسرائيل ومواشيكم أنتوا بس هي اللي حتموت. والله فعلا حدد الوقت وقال الأمر ده حيحصل بكرة. وفي اليوم الثاني مواشي المصريين اللي كانت موجودة في المزارع كلها ماتت، كلها ماتت. لكن فرعون ما كان متأكد إنه ده حصل بالضبط، عشان كده رسل له واحد من مستشارينه عشان يوريه الحاصل شنو. أها المستشار ده لما رجع قال لي فرعون يا مولاي بكل أسف أنا عندي خبر سيء جدا. في الحقيقة بهايمنا ماتت كلها يا مولاي. أوه ومواشي بني إسرائيل ماتت ولا لا؟ في الحقيقة يا مولاي بهايم بني إسرائيل ما ماتت منها ولا بهيمة واحدة. فعلا ده الكلام اللي قاله موسى بالضبط، بهايم بني إسرائيل ما ماتت منها أي بهيمة وبهايمنا نحن اللي ماتت. لكن لا مستحيل برضو، وبعد ده ما هخلي الناس دين يطلعوا من هنا أبدا. وبعد ذاك الله وبحضور هارون قال لسيدنا موسى يا موسى أملى يديك من رماد الكانون وأكشحه في الهواء، ولما تعمل كده فرعون لازم يكون موجود ويشوف العملية دي، والرماد ده هيتحول لغبار على كل أرض مصر ويصيب الناس والبهايم بجروح ملتهبة. بعدين يا جماعة لغاية هنا كفاية، المرة الجاية حواصل. شكرا. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.